أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته تجاوزت الهدف الذي وضعته للمئة يوم الأولى من عملها، وذلك بتوزيعها 200 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا. كما قال بايدن في كلمة له منذ قليل إن هدف إدارته هو تطعيم جميع الأمريكيين بلقاح كورونا، مشيرا إلى أن أرقاما ستنشر غدا ستظهر أن بلاده حققت هدفها بتطعيم 200 مليون شخص ضد فيروس كورونا في أقل من 100 يوم. كما أكد بايدن أن جهود التلقيح المضاد لفيروس كورونا أنقذت حياة الكثير من الأمريكيين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من نيويورك ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز. ياسر، أهلا بك معنا في هذه الجولة الإخبارية. ماذا في تفاصيل كلمة جو بايدن؟ وعلى المستوى الشعبي، هل الأرقام التي ذكرها بالفعل تحققت داخل الولايات المتحدة؟ أهلا بك إيمان. يعني بالفعل ما تم في هذا الخطاب هو بمثابة شهادة تقدير يقدمها الرئيس جو بايدن لنفسه وللأطقم الطبية وللإدارة الأمريكية بشكل عام. هناك نقاط كثيرة وعدة تحدث عنها جو بايدن، بداية من الشكر لكل من ساهم في الوصول لهذا العدد. بالفعل الأعداد التي أقرها جو بايدن هي أعداد حقيقية وأيضا أعداد ملموسة، 200 مليون جرعة أو يزيد عن ذلك قليلا تم تلقيحها للمواطنين. هناك أيضا النقاط الهامة التي أدلى بها الرئيس جو بايدن هي على سبيل المثال أنه قال بأنه ليس هناك أي خصومات للمواطن الأمريكي إذا أراد أن يعني يذهب إلى مسألة التلقيح في يوم من الأيام، فلا بد من صاحب العمل أو الشركة التي يعمل لديها لابد أن تعطيه هذا اليوم مدفوع. أيضا قال حتى أن أصحاب الشركات الكبرى أو أصحاب الأعمال أيضا سيتم خصم الضرائب منهم، يعني سيتم تعويضهم بشكل ملموس في البرنامج والمبادرة التي قدمها. من النقاط الهامة أيضا والتي ذكرها جو بايدن إيمان هي التأكيد على مسألة أن هذه اللقاحات ما زالت مهمة، ومسألة ارتداء الكمامات ما زال أيضا مهم للغاية، ولابد كما قال للشعب الأمريكي لابد أن نستمر في هذه المسألة وأن الحياة طبيعية، وهذا هو الأمر الجيد الذي يعني تقول كل المؤشرات. وقاله صراحة جو بايدن بأن الحياة الطبيعية أصبحت قريبة جدا، المواطنين الأمريكيين أصبحوا قريبين للغاية من أن يعيشوا حياة طبيعية قبل كوفيد 19. من المسألة الهامة جدا والتي بعد أن أنهى كلمته الرئيس جو بايدن كانت هناك أو صحفية سألته سؤال فعاد مرة أخرى ليجاوب على هذا السؤال، وهو كيف ستساعد الولايات المتحدة الأمريكية الدول الأكثر فقرا والأقل في المستوى المعيشي. هذه النقطة تختص بمسألة التوزيع الغير عادل للقاحات واستئثار الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية باللقاحات وتوفير اللقاحات أكثر من جرعتين وحتى 3 جرعات للمواطن الواحد في أمريكا. قال برد مقتضب أننا لسنا مؤهلين الآن ولكننا سوف نساعد بعد إتمام مسألة اللقاحات، وهذه النقطة غاية في الأهمية. الولايات المتحدة الأمريكية قدمت 1 مليار دولار أمريكي لمساعدة الدول الفقيرة لمنظمة الصحة العالمية، وتعهدت أيضا بتقديم 1 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين. بشكل عام الإدارة الأمريكية من حقها أن تنال هذا الخطاب وشهادة التقدير إن صحت هذه أو صح هذا التعبير إيمان، حيث ما تم الآن وما أشاهده برؤية العين أن الأمور أصبحت شبه طبيعية بدءا من خروج الناس، عدم التزام الكامل ب يعني الإجراءات الاحترازية وخلع الكمامات، عودة كل هذه الإجراءات والتصريحات المهمة من الرئيس جو بايدن ومن أعضاء إدارته بالكامل، هل تلقى قبول في الشارع الأمريكي لدى المواطن الأمريكي؟ هل يشعر بالفعل بالتقدم في مسألة محاربة الفيروس من خلال حملات التطعيم المتقدمة في الولايات المتحدة؟
بكل تأكيد إيمان عودة البطالة قلت، أصبحت حوالي بعد أن وصلت إلى 10% أصبحت الآن حوالي بين 6 و7%، أيضا بعد الكبت الذي حدث لمدة عام وعدم الخروج والخوف المواطنين بعضهم من بعض، كل هذه الإجراءات أصبحت سهلة للغاية، أصبحت العودة للأعمال شبه طبيعية وإن كانت ليست 100%. أصبحت حتى المواصلات العامة أغلقت في نيويورك على سبيل المثال منذ أشهر، مترو الأنفاق ما بين الساعة 1 صباحا والساعة 5 قلت هذه الفترة الزمنية 2 ساعة، فأصبحت من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 4. كان بالأمس هناك لقاءات عقدتها مع بعض المواطنين الأمريكيين لإكسترا نيوز، وقالوا جميعا بأنهم متفائلون للغاية، خاصة بعد الأبحاث الأخيرة وتلقيح المواطنين من سن 16 عاما فيما فوق. كل هذه الأمور يعني لابد وأن تلقى كل التأييد من المواطنين. نعم. شكرا جزيلا ياسر نور الدين مراسل إكسترا نيوز من نيويورك على كل ما ذكرته من تفاصيل ومعلومات.